يا دكتور وحيد، القرار ده مش قراري انا، ده قرار السيد الاستاذ والدكتور رئيس الجامعه، وده قرار صائب لان اللي عملته الدكتور عبله فيه اساءه بالغه للجامعه كلها. يا دكتور حضرتك عارف كويس قوي مين هي دكتور عبله، وعارف انها ضحيه لجريمه بشعه، واحنا كطلبه واتحاد طلبه واثقين من براءه الدكتور عبله ومن التهمه الملفقه اللي بتقال عليها. اساسا قرار تحويل دكتور عبله لمجلس تاديب قبل نهايه تحقيقات النيابه قرار باطل وظالم. والله الكلام ده بتروحوا تقولوه بقى للسيد الدكتور رئيس الجامعه مش ليا انا. حضرتك اللي تبلغه ان جميع اعضاء هيئه التدريس بالكليه مضربين على العمل لغايه ما تلغي قرار وقف الدكتوره عبله ولغايه ما ترجع شغلها في الكليه. واحنا كاتحاد طلبه هنطلب من حضرتك طلب رسمي بان احنا ننظم مظاهره من اول باب كليتنا لحد باب رئيس الجامعه، هنطالب فيها بعوده الدكتوره عبله وباعلى صوت لينا. لا مش لوحدك، الطلبه كلها معاك. ايوه طبعا، يلا بينا، ده حرام. يلا بينا. حرام كده؟ دي مؤامره، دي مؤامره تتحرق عليا انا. دي مؤامره. بكره ان شاء الله هنرفع قضيه مستعجله في محكمه القضاء الاداري، وخلال اسبوعين بالكتير هناخد حكم بوقف قرار رئيس الجامعه، وهترجعي يا ستي شغلك معززه مكرمه. وده كلام اكيد ولا كلام محامين يا حسين يا ابني؟ مالهم المحامين يا حاج؟ مش هم اللي بيدافعوا عن الناس؟ يا سيدي مش كلهم، تنسيت يعني الدكتور مرسي وعمايله؟ مش كل الناس وحشه يا عمي، في كل الدنيا في الكويس والوحش. الله يبارك لك يا بنتي، برغم ازمتك كلامك كله اتزان. يا ستي مين هيشهد العروسه؟ ايوه عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا اهلا يا دكتور. ازيك عم الحاج صالح؟ اهلا حبيبي. الحمد لله. اهلا وسهلا يا نور يا دلهل. على فكره يا ماما انا موافق وربنا يتمم بخير. خلاص ايه الحكايه؟ اتفضل يا مولانا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ محمود ابو الحسن المأذون. مأجون؟ يبقى مبروك يا عروسه. الله يبارك فيك. هو انا الوحيد اللي مش فاهم حاجه ولا ايه؟ هتفهم لو طلعت تجيب بطاقتك عشان تبقى شاهد على عهد. نطلع نجيب. وانا هروح اعمل لكم احلى شربات. لا يا جدو خليك انت، انا هروح اعمل الشربات. اتفضل يا مولانا. بسم الله توكلنا على الله. افتح الدفتر وقول بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا سيدي خير البر عاجله. الله يبارك فيك يا حبيبتي. الله يبارك فيك يا حبيبتي. مبروك يا دكتور خير. الله يخليك يا عم صالح، ربنا يبارك فيك. الف مبروك يا دكتور خير. الله يبارك فيك ويخليك يا حسين. على فكره انا بجد مش عارف اشكرك ازاي على وقفتك جنب عبله. تشكرني على ايه؟ انا راجل، دي بنت عمي وانا ما عملتش غير الواجب. مبروك يا اولاد، مبروك يا حبايبي. الله يبارك فيك يا جد، ربنا يخليك يا جد. الو، ازيك يا معلم ابراهيم؟ لا ازاي انسى، معقوله انسى ازاي؟ لا هاخد دلوقتي عمي صالح وهنروح على دار الافتاء، ولو في اي جديد يمكن تلاقينا طبنا عليك او هكلمك في التليفون. بس وحياتك خد بالك من حنان، محتاجه لك اول يومين دول. حاضر حاضر يا معلم، مع السلامه. وانا يا دوبك اصلي العصر واجي معاك دار الافتاء. ربنا يخليك لي يا عم. ويخليك لينا يا حبيبتي ويزيل الغمة ان شاء الله. وانت بقى مش ناوي تصالح مراتك؟ اطمني يا ستي، هي صالحت نفسها، هترجع من الشغل على بيت باباها تجيب شنطتها وتيجي على هنا. يعني هي بتزعل لوحدها وترجع لوحدها، كويس قوي، المهم صافية لبن. الحمد لله. ومش كده وبس، دي هتيجي تعتذر لك بنفسها وهتكون اول واحدة تقف جنبك. يلا بينا عشان نلحق فضيلة الشيخ قبل ما ينزل من مكتبه يا دكتورة. أنا كمان هغير هدومي قبل ما أروح دار الإفتاء، هتيجي معانا يا خيري؟ لا حبيبتي روح أنتوا، أنا هروح الولاد وبعدين أروح أعمل مشوار مهم قوي، وأشوفك بالليل إن شاء الله. أوكي. Thank you.
السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. خير فضيلتك، ايه رأي الدين في الفتوى اللي احنا جينا بخصوصها؟ خير ان شاء الله يا ابنتي. بعد مراجعة آراء علماء الدين المتقدمين والفقهاء والأئمة، وبعد مشاورات مع زملائي من علماء الأزهر ودار الإفتاء، توصلنا إلى رأي أنه إذا كانت المرأة حامل في شهورها الأولى، وللأطباء المسلمين العدول أهل الثقة رأي بأن هذا الحمل سيضرها وأنه سيلحق بها الأذى المعلوم والموثوق به، ولدرء هذا الأذى يجب إنزال الجنين، وذلك قبل أن يتم شهره الرابع في رحم أمه. وجب الإنزال شرعا ويجوز شرعا الإجهاض. وقياسا على هذا ولما سيلحق بصديقتك من ضرر محقق ومؤكد في موضوعها وفي حملها السفاح الناتج عن واقعة اغتصاب، فيجب وتأسيسا على آية الرضاع التي جاءت في سورة البقرة والتي جاء بها بسم الله الرحمن الرحيم: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وتأصيلا وتأسيسا على هذا يجوز شرعا الإجهاض، وذلك قبل أن تدب الروح في الجنين، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيك، بارك الله فيك. حاجة سعادة البيه؟ لا سلامتك، هو حضرتك شغال هنا؟ أيوة أنا الساعي هنا في الوزارة. يا أهلا وسهلا، اسم الكريم إيه؟ صبحي. عاشت الأسامي يا صبحي. امسك يا صبحي. ليه بيه؟ ربنا يكرمك يا راجل. امسك بيه. امسك بس، هات حاجة حلوة للعيال. امسك.